في أعماق دمشق حيث الزمان يروي تاريخ الجامع الأموي صرح العظمة والجلال، بني على أنقاض تاريخية من معبد وثني إلى كنيسة ثم مسجد يجمع بين أرواح العصور. تحت راية الوليد بن عبد الملك اتحدت جهود الفرس والهنود واليونان ليرتفع هذا الصرح عام 706 ميلادية، 10 سنوات من العمل الدؤوب ليخلد الجامع الأموي كتحفة معمارية تعانق السماء بمآذنها الثلاث، من صحنه المفتوح إلى قبابه الشامخة تروي كل زاوية قصة الحضارات المتعاقبة. هنا حيث العلماء والمؤمنون تناقوا، ليس فقط مكانا للصلاة بل منارة للعلم والثقافة، من العباسيين إلى العثمانيين، من السلاجقة إلى الأيوبيين، كل حقبة تركت بصمتها هنا. الجامع الأموي ليس مجرد مسجدا بل هو قصيدة معمارية تغني بألحان السلام والتسامح عبر الزمان.